مساء الخير. اسمي سلمى، مرأة فلسطينية من غزة. ولدت وتربيت وكبرت واشتغلت لسنوات طويلة في غزة. غادرت غزة من ما يقارب 5 سنوات بعد ما شهدت العديد من الحروب هناك، وما زالت عائلتي من الدرجة الأولى جميعهم يعيشون في غزة. في غزة أنا كنت أشتغل قابلة قانونية، ويمكن في هذا اللقاء أنا راح أبدأ أتكلم عن الجانب الإنساني فيما يتعلق بالحرب، واللي باعتقادي الشخصي هو جانب الأكثر أهمية، لأنه في النهاية كل شيء بيصير هو بيمس الإنسان. قاعد طالما بنتكلم على الإنسان معناته نتكلم على بدايته، على ولادته. من أسوأ ما يمكن أن يشهد الإنسان في هذه الظروف وفي ظل الحرب هو ولادة حياة جديدة. قد يكون بالنسبة لبعض الناس بالعكس، هذا شيء يدعو للأمل، هذا شيء يدعو لشيء من التفاؤل، لكن في حقيقة الأمر وفي واقع الأمر هذا شيء فعلا يدعو للشعور بالمأساة. اللي بيزيد هذه المأساة هو إذا كان هذا الجنين اللي يفترض أنه محمي في رحم أمه يقتل في رحم أمه، أو إذا يعني صارت فرصة ولد يقتل بعد الولادة. فأي شيء باقي بيستنوه بينتظروا الناس في كل مكان في هذا العالم أكثر من هذه المأساة، لحتى يشعر إنه في شيء غلط قاعد بيصير على وجه هذه الأرض، وإنه هو مسؤول وبحاجة لإنه يتحرك. إذا ما كانتش حماية حياة أم حامل بجنينها وحماية جنينها وحماية طفلها الوليد وحماية أطفالها أولوية بالنسبة لهذا العالم اللي احنا بنعيش فيه اليوم، كيف ممكن كلنا نشعر بالأمان في هذا العالم؟ وإذا ما كانتش حياة الإنسان ذات قيمة ومهمة وتستحق إنها تحمى، كمان شو قيمة إنه يكون في هذا العالم؟ هذا بيصير أحرى فينا، إنه احنا فعلا نخاف على حيواتنا حتى وإحنا بعاد كل هذه المسافة عن القصف الفعلي اللي بيصير في غزة. أنا هنا لا أدعو للتشاؤم، لكني واقعية وأعتقد إنه وجودنا في عالم بيسمح بحدوث ما يحدث الآن في غزة غير مطمئن. عند بداية الحرب كان يوجد في غزة من 50 تقريبا ما يقارب 50,000 أم حامل. هذه الأمهات الحوامل عند بداية الحرب كانت أكثر، المسألة مش تفاضل ولكنهم كانوا أكثر الناس اللي يعانوا من ظروف الحرب القاسية. إذا حالة الحمل كانت حالة طبيعية للإنسان، للنساء بشكل أساسي، إذا كانت هي حالة طبيعية لكنها بتستدعي دائما الرعاية الطبية المتواجدة كل الوقت، وبتكون الأم أو الأبوين دائما في حالة تفكير دائم في حياة وصحة وسلامة هذا الجنين، إمتى رح يولد، كيف رح يولد، مين ممكن يكون موجود معنا بيساعدنا ساعة الولادة، هل حيكون بصحة جيدة ولا لا، هل حتكون متوفر الرعاية المطلوبة له ولا لا، ولأمه كمان. فما بالنا بحالة أم أو 50,000 أم حوامل بأجنتهم بمراحل مختلفة من مراحل الحمل بيعيشوا هذا القلق الطبيعي في تحت وطأة الحرب. والنتيجة كانت أنه جزء من هذه الأمهات قتلت في ظل القصف مع أجنتها، أو قتلت وهي في غرفة الولادة زي ما حصل في مستشفى الشفاء لما تم قصف مبنى الولادة، أو اضطرت للنزوح مباشرة بعد عملية الولادة. وبتوقع ممكن يكونوا هنا في معنى آباء وتحديداً النساء الأمهات، قادر تتخيل معي وتشوف معي قديش كان صعب على مرأة تتحرك فوراً مشياً على الأقدام مع طفلها حديث الولادة بعد عملية الولادة مباشرة، وتكون هي وطفلها معرضين للموت المحقق من إذا ما كانش من قصف العدو، من القصف والقتل والموت قصفاً، يكون بموت محقق من مضاعفات ما بعد الولادة. والخوف الكبير على الأمهات إذا أصيبت بنزيف ما بعد الولادة، بالتأكيد في هيك ظروف الموت محقق. وللأسف ما فيش في ظل الظروف المستحيلة اللي بنعيشها في غزة الآن واللي بعيشوها أحبابنا وأصحابنا وأهلنا، من الصعب في ظل الظروف المجنونة هاي
نقدر نحدد إذا كان في أمهات فعلاً ماتت من نزيف ما بعد الولادة وتم تسجيلها أو لا. وكمان من التجارب الإنسانية اللي كانت شديدة الألم إنه الأمهات ولدت، بعض الأمهات اللي ولدت أطفالها بالقيصرية، والأطفال لأنهم ما كانوا بحالة جيدة اضطروا يكونوا بالحضانة ويدخلوا الحضانة، الأمهات هذه اضطرت تنزح بدون أطفالها وفقدت أواصر العائلة مع بعضها البعض، وكثير من العائلات ما بتعرفش إشي عن أطفالها الآن. تخيلوا المستوى اللي وصلت له الإنسانية لما نكون في المستشفيات اللي هي المفروض المكان اللي بيعطي حياة، بيعطي أمل للحياة، يتحول هو المكان للموت. وهنا أنا بتكلم مع فئة الأمهات والأطفال حديثين الولادة أو الأطفال الرضع الصغيرة، لأنه في المستشفيات بعد ما وصلت 6 مرات أكثر من استيعابها صار من الصعب إنه هذه الحالات يتم إدخالها للمستشفيات بالمدة المطلوبة لتقديم الرعاية. وفي الظروف الطبيعية بعد الولادة الطبيعية اللي المفروض الأم تبقى فيها تحت الملاحظة من 6 لـ24 ساعة تحت رعاية مقدم رعاية قابلة أو طبيب أو غيره، بحيث إنه هم يعتنوا بهذا الوليد وبهذه الأم، هذا في الولادة الطبيعية. اليوم في غزة حتى الولادة القيصرية الأم بتخرج من المستشفى بعد سويعات قليلة جدا من إجراء العملية، بدون مسكنات وبدون أدوية من باب الاحتياط كمضادات حيوية على الأقل تساعد في أنها تمنع من التهاب الجروح وتحافظ على الجرح يشفى بشكل طبيعي، وهذا بيحط الأمهات في خطر جدا كبير. أختي بتشتغل ممرضة في قطاع غزة، في المنطقة الوسطى من قطاع غزة، وبسبب ظروف الحرب هي قاعدة بتقدم قد ما تقدر الرعاية الطبية في مركز رعاية طبي قريب من مكان سكنها. وفي محادثة معها كانت شاهدة على، يعني ما عطتني عدد محدد، ولكن شاهدة على العديد من الأمهات اللي رجعت بجروح متعفنة. أو كحالي أنا شاهدة عليها، هي زوجة أخي ولدت قيصري وكانت عندها وصلت لمرحلة تعفن جزئي بالجروح، وهذا نتيجة طبيعية للوضع المأساوي اللي قائم في قطاع غزة في مستشفياتها. لما الطبيب الغزي يلاقي حاله في موقف مضطر يفاضل فيه ما بين مريض والآخر. آخر شيء بحب أنا أشير إله في هذه الشهادة بأنه الأمهات الأطفال حديثين الولادة وحتى الأطفال ما في إلهم أي رعاية على الإطلاق في هذه الظروف في قطاع غزة. فإذا كان هذا وضع ما استدعى الناس تتحرك في العالم، شو اللي ممكن يستدعيهم يتحركوا؟ شكراً إنكم أعطيتوا حالكم الفرصة وعطيتوني الفرصة إني أوصل هذا الصوت.